ورحمة الله وبركاته متابعين قناة شريك حياتي، وأهلا وسهلا في فيديو جديد وطلب زواج جديد أو طلب تعارف بقصد الزواج. أحب أرحب باللي لسه بيشوفني لأول مرة، أهلا بيك معانا في القناة، وأتمنى إنك تكمل الفيديو للنهاية. لكن من غير ما تسرعوا، علشان تتعرف على طبيعة هدف قناة شريك حياتي وتعرف مواصفات عروستنا النهاردة ومواصفات شريك حياتها، وفي نهاية الفيديو هيتم إنزال بعض الصور ومقاطع الفيديو المسجلة نبذة عن حياة عروستنا اليوم، فكملوا الفيديو للنهاية بس من غير ما تسرعوا. قناة شريك حياتي هي قناة هدفها توفيق رصين في الحلال، وده من خلال اشتراكك فقط في القناة، يعني مفيش أي مقابل، كل اللي عليك بس انك بتشترك في القناة وبتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل فيديو جديد بطلب زواج جديد او طلب تعارف بقصد الزواج. وفي التعليق بتكتب لنا مواصفاتك بكل امانة وجدية ومصداقية ومواصفات شريكة حياتك، وان شاء الله يكون نصيبك من خلال القناة عندنا. احب افكركم ان في نهاية الفيديو هيتم انزال بعض الصور ومقاطع الفيديو مسجلة نبذة عن حياة عروستنا اليوم بعد ما يتم عرض مواصفاتها ومواصفات شريك حياتها اللي بتحلم بيه، فكملوا الفيديو للنهاية من غير ما تسرعوا علشان توصل لكم الصورة كاملة عن مواصفاتها ومواصفات شريك حياتها وتتعرفوا عليها شكليا في نهاية الفيديو. قناة شريك حياتي بيوصلها طلبات زواج مسيار وزواج شرعي معلن وزواج التعدد وطلبات تعارف ودردشة جادة بقصد الزواج وطلبات زواج لسيدات ميسورات الحال بيرغبن الزواج ولديها سكن للزوجية وطلبات زواج لسيدات أعمال بيرغبن الزواج ولديها سكن وعمل للزوج وطلبات زواج لسيدات بيرغبن الزواج وبيقبلن بزواج التعدد وأخيرا طلبات التعارف ودردشة الجادة بقصد الزواج. إذا كنت بتبحث عن زواج بالسيار، زواج شرعي معلن، زواج التعدد أو التعارف ودردشة الجادة بقصد الزواج، يبقى فقط كل اللي عليك إنك تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات وفي التعليق تكتب مواصفاتك ومواصفات شريكة حياتك، وإن شاء الله يكون نصيبك من خلال القناة عندنا. أرجع أفكركم مرة تانية قبل ما أتكلم عن طلب الزواج اللي معايا اليوم. في نهاية الفيديو هيتم إنزال بعض الصور ومقاطع فيديو مسجلة نبذة عن حياة عروستنا اليوم عشان تتعرفوا على شكلها بعد ما تعرفوا مواصفاتها ومواصفات شريك حياتها. طلب زواج اليوم هو سيدة أعمال تونسية بتطلب تعارف ودردشة تعارف ودردشة للاتفاق على الزواج المسيار ولديها سكن وعمل للزوج. هي مطلقة ليس لديها أطفال وبتبلغ من العمر 51 عام، طولها 165 سنتي ووزنها 75 كيلو، جامعية الدراسة وعيونها عسلية، شعرها أسود بيضاء البشرة. بتقول في الرسالة: أنا سيدة أعمال ولله الحمد الناجحة في حياتي، أريد التعارف ودردشة الجدة بقصد الزواج المسيار، ولدي سكن وعمل للزوج بغرض واحد فقط، أنني لا أريد أن أفارق زوجي أبدا، يكون موجود معايا في البيت ويكون موجود معايا في العمل، وأظن أنه لن يوجد شخص أكثر من زوجي يخاف على مصلحة عملي ويخاف على ما أملك. أنا شخصية عاقلة وثابتة وذكية، جميلة جدا وللحمد لله متعلمة ومتفهمة، طيبة القلب فقط مع الإنسان الصادق. أنا غير عصبية ولست متشددة ولا معقدة، ولكني حاسمة وصارمة في إدارة أعمالي. أحب ممارسة الرياضة، أحب الجو الرومانسي والأجواء العاطفية، أعشق الرجل الرومانسي الذي يحتويني برومانسيته. أريد تعارف ودردشة جدا بقصد الزواج المسيار ولدي سكن وعمل للزوج حتى لا يفارقني زوجي لا في البيت ولا في العمل، من رجل يكون رجلا بمعنى الكلمة من أي جنسية أيا كان، العمر ليس عليه شرط، المهم أن نتفق فكريا وعقليا. بالنسبة للمستوى المادي والاجتماعي يكون مقبول، رجل يكون مملوح وطموح ويهتم بزوجته ويعطف عليها وتكون هي ابنته المدللة، يساعدني في تحقيق أهدافي ويخاف على ما أملك ويسعى جاهدا لإسعادي. رجل يكون رومانسي ولبق بكلامه ويحب المزح والسفر ويحب التمشية، لأن أنا أفضل وأعشق التمشية على البحر. أحب يكون رجل يقوم يمارس الرياضة يوميا، يكون تفكيره إيجابي، أنا لا أحب الأشخاص السلبيين أبدا، ورجل يكون جسمه عريض وطويل ويفضل أن يكون مشعر.
يكون ولوع وصادق ومهذب محترم، رجل يكون مغري وأخاذ للعقول. إذا بترى في نفسك أنك الزوج المناسب لي وأنا زوجة مناسبة لك، وموافقة على مبدأ التعارف والدردشة للاتفاق على الزواج المسيار، برجاء أن تكتب لي في التعليق مواصفاتك مع رقم الهاتف الذي سوف أتواصل معك عليه للتعارف والدردشة. أتمنى لها التوفيق إن شاء الله، أن ربنا يرزقها بالزوج الصالح. في نهاية الفيديو إن شاء الله هينزل بعض صور ومقاطع فيديو مسجلة نبذة عن حياة عروستنا اليوم، فتابعوا الفيديو للنهاية عشان تتعرفوا على شكلها. زي ما هي وضحت، لو انت شايف ان هي الزوجة المناسبة ليك اكتب في التعليق مواصفاتك مع رقم الهاتف وهي هتتواصل معك. لكن لو انت مواصفاتها غير مواصفات شريكة حياتك اللي انت بتتمناها، يبقى بعد ما تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات هتكتب في التعليق مواصفاتك بكل امانة وجدية ومصداقية ومواصفات شريكة حياتك، وان شاء الله يكون نصيبك من خلال القناة عندنا. اشكركم لمتابعة الفيديو للنهاية، واتمنى انكم تعملوا شير ولايك للفيديو علشان يستفيد بيه اكبر عدد ممكن من الباحثين والباحثات عن الزواج او التعارف بقصد الزواج. اتمنى لكم الخير واشوفكم على خير في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.